الشرطة يوم أمس قامت باعتقال عريس بالإضافة إلى 2 من أفراد عائلته، وذلك لقيامه بإطلاق النار خلال حفلة عرسه. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي رزقات. أهلا وسهلا بك معنا وأسعدت صباحا. بداية هذا الخبر ربما الذي تم تداوله بشكل واسع على المواقع الإخبارية، هل إطلاق النار خلال حفل الزفاف أدى إلى أي ضرر أم أن ذلك كان بهدف الردع وأيضا إيصال رسالة ربما للمواطنين بعدم ارتكاب مثل هذه السلوكيات المعتادة في الأعراس؟ صحيح، يعني هو يأتي في إطار الردع وإطار متابعة هذه الظاهرة الخطيرة والتي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، إطلاق النار في الأعراس والألعاب والمفرقعات، الألعاب النارية والمفرقعات، ونحن أيضا على أعتاب إعلان نتائج الثانوية العامة واللي تم التحذير من إطلاق الرصاص والألعاب النارية. لذلك وضعت الشرطة خطة في محاولة للحد من هذه الظاهرة ومتابعة مستخدمي السلاح والألعاب النارية. يوم أمس أو ليلة أمس أطلقت النار في أحد الأعراس على الفور، تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية للمكان وتم إلقاء القبض على العريس واثنين من أقاربه وتوقيفهما لحين إحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما، وهذا يأتي ضمن خطة وضعتها الشرطة والأجهزة الأمنية لمتابعة هذه الظاهرة الخطيرة. هل المقصود بالخطة بأنكم ربما ستكثفون خلال الفترة القادمة من ضبط مثل هذه العمليات التي ربما هي كما قلت وأشرت بأنها خطيرة وتهدد سلامة المواطنين، بمعنى أن الأعراس القادمة وإمكانية إطلاق النار فيها ستكون أقل؟ يعني نحن نأمل ذلك، ومن أبرز ما جاء في الخطة التي وضعتها الشرطة وبالتحديد إدارة العمليات المركزية هو التحرك الفوري لأي مكان تطلق منه النيران أو أي مكان يتم استخدام الألعاب النارية منه، على الفور يتم تحريك الدوريات المشتركة للمكان لوقف هذه الظاهرة، ونناشد كافة المواطنين بضرورة عدم إطلاق الرصاص أو الألعاب النارية، لذلك خوفا من تعريضهم للمساءلة القانونية وكذلك حرصا على حياتهم. في سنوات سابقة فقدنا أشخاصا أو جرح أشخاص آخرين، وهناك من بترت أطرافه وهناك من فقعت عيونهم أثناء الاحتفالات سواء في الأعراس أو عند نتائج الثانوية العامة. نعم، ربما البعض يقول بأن إطلاق النار في الأعراس عادة هو يخص فئة معينة وأصبحت معروفة لدى الناس خاصة في القرى الصغيرة وعادة ما تكون تابعة للأجهزة الأمنية، وهناك تعليمات مشددة من دولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقادة المؤسسة الأمنية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية سواء بحق من يتجاوز من أبناء الأجهزة الأمنية، وهناك قرارات مشددة بهذا الخصوص وهناك إجراءات مشددة تجاه أفراد الأجهزة الأمنية أو ضباط الأجهزة الأمنية الذين يستخدمون هذه استخدام الرصاص أو الألعاب النارية. يعني القانون بيكون أصعب على أبناء المؤسسة الأمنية منه على المواطن، وهناك تعليمات واضحة ومشددة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات من قبل الإخوة في الاستخبارات العسكرية وكذلك النيابة والقضاء العسكري. ولكن يعني ربما في الضفة الغربية فقط من يحمل السلاح بشكل مرخص هو ابن جهاز الأمن، بمعنى أنه لا يمكن لأي مواطن أن يقتني سلاحا بلا ترخيص. لا، الترخيص يستطيع أي مواطن لديه ظروف معينة ويستوفي الشروط أن يقوم بترخيص سلاحه، ولكن السلاح المستخدم هو سلاح غير مرخص عشوائي يستخدم في الجرائم وكذلك يستخدم بإطلاق النار تجاه المواطنين والسرقات والقتل وغيرها. هذا السلاح غير ممنوع تداوله وغير ممنوع حيازته، وهناك لا أقول لك سرا إذا ما قلنا أنه يوميا يتم ضبط سلاح عشوائي غير مرخص، سلاح منفلت، سلاح يستخدم في الجرائم وموجه لصدور أبناء شعبنا الفلسطيني، وهناك عدد من تجار السلاح اليوم هم موقوفين لدى المؤسسة الأمنية ويتم التحقيق معهم ويتم حالتهم للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه. وإن كان هناك في بعض
المناطق، وهذه قد تكون يعني حالات بسيطة إن هناك حاضنة مجتمعية في بعض الأماكن لهؤلاء التجار أو من يحوز على هذا السلاح، وممكن أن يكون من ناحية يعني خوف أو يعني بطريقة يقومون فيها تخويف الناس وترهيبهم من أجل أن يحافظوا على هذه الحاضنة المجتمعية. لكن العمل مستمر، هناك أعداد من التجار اليوم هم موقوفين لدى الأجهزة الأمنية، هناك ضبط لكميات كبيرة من السلاح وبشكل يومي يتم ضبطه. في الساحة الخلفية لمشفى جنين الحكومي يوم أمس أطلق النار على شاب وفقد حياته. الإجراءات مستمرة للأسف، وشاب عمره 32 عام فقدناه طبعا نتيجة لإطلاق النار عليه لأسباب حتى هذه اللحظة غير معلومة، والتحقيقات مستمرة. الأشخاص أصبحت هوياتهم معروفة لدى الأجهزة الأمنية والعمل جاري على إحضارهم. نتوقع خلال الساعات القادمة أن يتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة. نعم، إذن أخيرا اليوم في حال أراد شخص أن يبلغ عن إطلاق نار يحصل في الأعراس أو في أي حفلات أو حتى في انتخابات ربما قادمة، ما هو العمل وما هي الطريقة من أجل التواصل مع الشرطة دون أن يعرض هذا الشخص نفسه للإحراج، خاصة وأنت تعلم يعني العادات والتقاليد وصلة القرابة وما إلى ذلك؟ يعني في السابق كان هناك تحرج كبير من قبل المواطنين في الإبلاغ عن من يقوم بإطلاق الرصاص أو إحداث الضوضاء والإزعاج من خلال إطلاق الألعاب النارية، لكن اليوم هناك تواصل دائم مع المواطن، وبإمكانه أن يتواصل مع الشرطة من خلال الرقم المجاني 100، واللي بإمكانه أن يقوم بالإبلاغ دون التعريف عن نفسه، فقط يعني أن يقول أنا مواطن وأريد أن أبلغ عن شخص يقوم بإطلاق نار أو حيازة سلاح أو غيره أو إطلاق ألعاب نارية أو أي تصرف سلبي. بإمكان المواطن أن يتصل على الرقم المجاني 100 ويقوم بالإبلاغ عن هذا التصرف الغير قانوني، والشرطة تتابع هذه البلاغات الواردة للرقم المجاني. نعم، إذن المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي رزقات كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.